هلو هلو جايز، هلو هلو، مرحبا بكم في قصة جديدة، رحلة جديدة غادي نسافروا فيها جميع. قبل ما نبداو القصة ديالنا، فإلا كنتي جديد معنا عرف راسك في قناة ميمير، قناة مختصة للقصص بالدارجة، ريبيرتوار طويل ديال القصص، اختار منه اللي بغيتي ولا هبط على كل شيء وتصنت ليه. قبل ما نبداو القصة ديالنا هبط، خلي لايك، دير سبسكرايب إلا ما كنتيش دايرها، بارطاجي الفيديو ولا القناة مع صحابك باش ندفعوا السفينة ديالنا لقدام ونبداو الرحله ديالنا جميع. يلا دير الكيت، سير شي بلاصه مزيانه كالم، طفي الضو كاع نتايا، ويلا بينا. انا طه القساس، اكثر بنادم مجرم يمكن لك تشوفوا حياتك كامله، غنحكي لكم حكايتي بالتفصيل، ولكن بصراحه ما عرفتش واش نبدا من الاول ولا من الاخر، ولا شنو اللي خلاني اصلا نكتب هاد المذكرات هادو ولا نوصل صوتي لكم، واخا انا راني ممكن تقول عليا اني اخر واحد يمكن يكتب شي حاجه خطيره بحال هاد الشيء، ولكن الله يجعل البركه، انا بقات عندي حتى شي حاجه نخاف عليها عاوتاني، ما بقى والو. مبدئيا ولا قادين حسابات، انا العدد ديال دوك اللي قتلتهم ممكن يوصل ولا يفوت 200 واحد، ما كنقولش هادشي باش نعترف بالذنب ديالي ولا نكفر على الذنوب ديالي ولا السيئات اللي درت ولا غالي ندمان ولا شي حاجه، بحالي انايا دار كاع دوك الجرائم محال شي يمكن لي شي نهار يندم، اللي بحالي راه الضمير ديالو مات من امتى، ولكن يمكن تقولوا باللي بغيت ننتقم، باغي ننتقم من كاع اللي وصلوني لهاد النقطة اللي أنا فيها دابا. أنا ما كنتش داير هادشي بخاطري، ما عمري كنت مخير، كلشي كان بزز عليا، ما كانش يمكن لي نعزل داكشي اللي بغيت ولا اللي كنشوفه صحيح، كان كلشي بزز مني، إلا ما مشيت في هاد الطريقة هادي غنخسر بزاف، وأهم حاجة يمكن لي نخسرها هي حياتي. ولكن دابا ما بقاش هامني نخسر حياتي، انا راه ميت ميت، خلوني نبدا معكم من الاول. كيف ما قلت لكم انا سميتي طه القصاص، وبصراحه ما عرفتش واش هذا سميتي الحقيقيه ولا هذه السميه اللي تسميت بها في الخيريه. اول ما وعيت على الدنيا وفهمت شنو واقع، لقيت راسي في بلاصه عامره بالدراري بزاف، دراري صغار وبنات صغار، وكانوا شي ناس مقابليننا ولا المفروض كان خاصهم يهتموا بينا ويقابلونا، الصراحة كنا حنا كنخافوا منهم حيت كانوا كيتعاملوا معنا بقسوة وبطرق خايبين بزاف، كيضربونا كاع. بديت كنتعلم باللي كاينه شي حاجة سميتها دار وعائلة وأسرة، وأنا ما عنديش هادشي، عرفت بلي هادشي عند ناس وحدين أخرين، تعلمت لهادشي فاش كنت في المدرسة، ما عرفتش أنا علاش ما عنديش عائلة، كبير الدقة دقة وعرفت بلي راني كنتربى في ميتم ولا في خيرية، وتا حد ما عارف شكون هو با ولا شكون هي امي. بديت كنكبر دقة دقة وبدا المجتمع كيعاملني على انني بني ادم من الدرجة الاخرى حيت كنكبر في خيرية. طبعا انا المجتمع اللي كندوي لكم عليه ديك الساعة كان هو صحابي في المدرسة وداك لونتوراج ديالي والاساتذة حتى هما، بصراحة الحياة ما كانتش مريحة وسط من الخيرية ولا حتى برا الخيرية، كانت الحياة لا علاقة، ما كانش بنادم كيتعامل بطريقة زوينة، كنا كناكلوا العصا وكنتسبوا وكنسمعوا الهضره الخايبة وكنتحرموا من الماكلة ومن اللبس، كيعاملونا معاملة خايبة بزاف انا وكاع دوك اللي كانوا معايا في ديك الخيرية. ولات عندي 15 سنة وما بقيتش قادر نصابر ولا نتعامل في هاد البلاصة ديال الزبل هادي، ما بقيتش قاد حتى نكمل قرايتي كاع، كل نهار ولو عندي المشاكل في المدرسه والدراري كيضحكوا عليا وتا حد ما كيجيب لي حقي، بحال راه عادي اي واحد يقدر يجرحني وقت ما بغى وما ياخذش العقاب ديالو. حتى لواحد النهار ديسيديت اني غادي نهرب من هنايا، الهروب ديالي ما كانش اصعب حاجه نقدر نديرها، الباب ديال الخيريه ديما محلول، عاد زيد حنا دابا كبرنا شويه ولينا نقدروا نخرجوا ونعاودوا نرجعوا عاوتاني.
اللي درته اني مشيت للمدرسة في الصباح وكنت ناوي انه هذا غيكون اخر نهار ليا هنايا. خرجت من المدرسة سلخت شي 6 ديال الدراري كاع اللي داير معايا الكعية، مشيت شديت مو عطيتو سلخة. منين سلختهم مشيت في حالتي وما بقيتش رجعت للخيرية كاع، ما بقيتش من بعد عارف فين نمشي ولا فين نجي، ولكن ديسيديت اني نجلس واحد شوية في الشارع. اش غيوقع ليا كاع اكثر من هادشي اللي واقع ليا؟ ما يمكنش، على الاقل غيمكن ليا نقلب ونلقى شي خدمه ونعرف كيفاش نعيش، ولكن هادشي كان غلط. من تاني نهار ليا في الشارع كان كيبان ليا واحد بنادم كيتسركل حدايا وكي كيبقى يلوح ليا في الهضره الخايبه. كانوا كيعيطوا لي البراش في داك الشارع السي عباس. هاد عباس جا وقف عليا وقال ليا بلي هاد الشارع هذا كله ديالو، وقال ليا حتى كاع الدراري اللي في الشارع يا اللي قدي يا اللي صغار مني، حيت كاين تما اللي كيبيع الديطاي، كاين تما كل واحد شنو كيدير. قال لي بلي كيخدموا عنده، كيشوفوا السيكال العيالات كيبيعوا الديطاي كيطلبوا في الشارع، ديما هو كياخذ جطو من عندهم. قال لي يا اما تخدم معايا كيف ما خدامين هما وتعيش معانا، يا اما سير شوف شي زنقه اخرى وناس فيها. انا بصراحه ما كنتش قادر الناس في الزنقه اكثر من هكا. هو قال لي حتى الا خدمتي معايا راه كاينه واحد البلاصه كنعسو فيها، ما كاينش مشكل تخدم معانا وتولي تنعس عندنا. هو صراحه اي بلاصه احسن ليا من الزنقه ولا من داك الملجا اللي كنت فيه. عاد زيد غنولي ندخل شويه الفلوس مع هاد خونا هذا، كنت باقي داري صغير وما فاهم والو. الصراحه شفت تبهديل وسبان من عند هاد عباس هذا اكثر من داك اللي كنت كنشوف في الخيريه. كان كيخلينا نخدمو بزز منا، واللي ما كيجيبش الفلوس كيتعاقب وكياكل العصا وكيحرمو من الماكله، ولا جبنا كاع الفلوس من الخدمه كان في الاخر كلها كياخدها هو. حنا ما كناخذو غير داكشي اللي هو بغانا ناخذو، كيدور معانا شويه كيدي هو كلشي، واللي دوا كياكل سلخه ديال العصا وتحيد ليه العشاء ولا الغدا، المهم ما ياكلش وتحرم كاع من الخروج. صراحه خلاني ندم باللي خليت الخيريه نهار من الايام، وتمني تكون رجعت لتما. هربت حتى من عباس هو ورجال اللي معاه، هادوك الرجال كاملين كانوا عايشين من الخدمه اللي كيخدموا هادوك البراش والدراري الصغار اللي مساكن عايشين في الزنقه. صراحه كان كيبان ليا بلي المكتوب ديالي اني نبقى نهرب من الحوايج ومن الناس، واخا انا ما درت حتى شي حاجه تستاهل اني نهرب عليها. كنت ديما مزيان مع كل شيء، كل مره راني كندفع الثمن ديال اني باقي عايش. هربت من تما ومبقيتش عارف فين نمشي ولا فين نجي. تايه وسارح فرض الله، ما عندي حتى شي بلاصه نمشي ليها، وما كاين حتى شي واحد مسوق ليا نمشي ولا نجي ولا حتى حد ما مديها فيا كاع. منين عييت من الدوران ومبقيتش قادر نكمل في المشي، قررت اني نمشي نتكا ونرتاح حدا واحد الدار وغلبني الناس وكون غير ما ناستش. بسبب نعاسي راني دابا جالس كنعاود لكم هادشي بعد ما داز على هادشي مده اللي طويله، دازت عليه 30 سنه. خليوني نقول لكم شنو وقع فهاد النهار هذا بالضبط، وغادي نتفهموا انا كيفاش حتى وليت بحال هكا مجرم قتال ماجور. انا ما عارفش بالضبط شكون غادي يسمع هادشي، انا ما كنعاودش هادشي شي واحد معين، ولكن هاد الهضره هادي غادي يسمعها شي واحد، وكنتمنى انه هادشي يوصل لبنادم. المهم خدمت في بزاف ديال الحوايج، خدمت كنجمع الزبل، خدمت في قهوه، خدمت مع واحد الميكانيك، تمرمت ديال بصح، وكانوا ديما كيتعاملوا معايا معامله اللي خايبه، معامله ديال بنادم اللي ما ساوي والو، بنادم اللي ما عنده لا كرامه لا قيمه، بحال كان مكتوب عليا نعيش حياتي كامله بحال هكا. الدنيا لعبت بيا كيف ما بغات، حتى تعرفت على واحد خونا اللي سميتو جابر، كان قدي في لاج تقريبا ونفس الشكل ديالي. كانت عندنا ديك الساعه 18 سنه، انا عاقل، كنا بجوجنا شايفين باللي الدنيا صيفطاتنا لبعضياتنا باش نوليو خوت وصحاب. هو جابر صراحه تمرمد في الزنقه وفي الشارع اكثر مني، حيت هو قبال مني خرج للزنقه. جابر هرب من عائلته مني كان صغير وما رجعش ليهم عاود تاني، وما عاقلش حتى كيفاش يعاود يلقاهم، وناسي حتى سميت البلاصه اللي جا منها اصلا. اللي عاقل عليه هو انه كانوا عنده خوت بزاف، ام وباه كانوا ديما مضاربين مع بعضياتهم وكيسلخوا الاولاد الصغار، داكشي علاش قرر انه يهرب وينسى داكشي. اختلفت الظروف بيناتنا ولكن الهروب واحد،
المهم جابر بسبب العيشة ديالو في الشارع كتر مني خلاته يحتك بالعالم كتر مني. قدر يخدم مع واحد خونا كيقولوا ليه حسين روسيطة، خدم هو مع دخول هذا مدة اللي طويلة. هذا كان أكبر بزناس ديك الساعة. جابر كانت كتجي واحد شوية ديال السلعة وكيحاول يبيعها للناس اللي كيعرف. خدمة خطر ولكن الفلوس ديالها كانت كتيرة، وهذا الشي اللي خلاني حتى أنا نوافق أني نفرق مع السلعة ونبيع حتى أنا معاها المخدرات. دازوا شهور وسنوات وأنا غادي وكنكبر دقة دقة عند المعلم حسين روسيطة، لدرجة وليت أنا وجابر من أهم رجال اللي خدامين معاه. ولكن صراحة كان كيفضلني شوية على جابر، حيت كنت كنعرف كيفاش نفرتك السلعة بالزربة وبلا مشاكل. مع الوقت وليت كنمشي مع المعلم والرجالة ديالو في عمليات كبار. بحالاش عمليات كبار ياك؟ أنا غنشرح ليكم. نفرقوا البيضاء على شي وحدين اللي بغاو السلعة كثيرة، ولا نهربوها من بلاصة لبلاصة بحال هاد الشكل، نوزعوها على دوك التجار الصغار. المهم طلعت في الكراد واحد المرة كان المفروض نشدو واحد السلعة ونخلصوا الفلوس، عملية بحال أي مرة كنكون أنا مع المعلم ورجال دياولو. ولكن تغدر بينا فهاد العملية هادي، تغدر بينا نيت دوك اللي كنا غادي ناخدو من عندهم الفلوس ونعطيهم السلعة، جبدوا السلاح وبداو كيتيروا لجهتنا. وفهنا بالضبط مات المعلم حسين الروسيطة. ولكن أنا قدرت ناخد ديك الخنيشة اللي فيها السلعة، وبقيت كنتيريت أنا بواحد السلاح كان عاطيه ليا. قتلت داك خونا اللي قتل المعلم، كنت باغي ناخد الحق ديالو بأي طريقة، يمكن حيت هو الوحيد اللي تعامل معايا على أني بنادم ديال بصح، وتعامل معايا مزيان وتاق فيا. أنا ما عارفش، ولكن جبت ليه حقه وقتلت اللي قتلو. هربت ومشيت أنا وجابر. كانوا العيون بزاف على الخدمة ديال المعلم حسين روسيطة ورجال ديالو اللي باقين، وعليا حتى أنا بالذات، حيت تعرف بلي أنا اللي قتلت داك اللي قتلو. ما كنتش عارف نتصرف في السلعة اللي كانت عندي كاملة، وما كنتش عارف نديها لأي واحد. ولكن بعد فترة قدرت نوصل لواحد خونا اللي سميتو صابر. هاد صابر هذا راجل كبير في العمر، كان صاحب حسينة، حتى هو كيخدم في هاد الشي. مشيت لعندو ورحب بينا أنا وجابر وعرض علينا نخدمو معاه. ديك الساعة عرضنا عليه ديك البيضاعة اللي كانت عندنا وشراها من عندنا كاملة وبتمن اللي مزيان بزاف. خديت الفلوس كلها وعطيت لجابر واحد شوية منها، حسيت بيه ما عجبوش الحال والمعاملة ديالو تبدلات. تقريبا كان كيحسب لي بلي غنقسم الفلوس بيني وبينه 50-50. هو صاحبي ولكن الخدمة خدمة. أنا اللي خاطرت، وأنا اللي كانوا كيقلبوا عليا، وأنا اللي قتلت داك اللي قتل المعلم حسينة، فطبيعي أنه الفلوس تولي من النصيب ديالي أنا. هذا هو المبدأ اللي تعلمته من الخدمة ديالنا كاملة، وهذا هو حقي أنا. خدمنا مع المعلم صابر والدنيا كانت غادية مزيانة، والمعلم صابر داش شوية ديال الوقت خلاني الدراع ديالو اليمين في الخدمة. الموضوع طلع على الرجال اللي خدامين معاه من يمتى، كاع الرجال ديالو ما عجبهمش الحال، وهادشي انا راه كنت متوقعه من الاول، حيت انا باقي جديد معاه ودغيا عطاني بلاصه كبر من البلاصه اللي هما ضربوا سنين وما وصلوش ليها. ولكن الحاجه اللي ما كنتش حاسب لها حسابها هو انه جابر صاحبي يتقلق حتى هو من هاد البلان هذا ديال اني وليت الدراع اليمن. صراحه كون كنت انا في بلاصه جابر وهو في بلاصتي كنت غنفرح ليه، حيت هو صاحبي ديال بصح، غنبغي ليه الخير. ولكن على ما بان ليا كنت مكلخ. جابر ماشي غير ما عجبوش الحال حيت وليت الدراع اليمنى ديال المعلم صابر بحال الرجال الاخرين. جابر صافي وجد راسو كيفاش ياذيني ويخرج عليا. الصراحة ضربة الصاحب كتكون قوة بزاف من ضربة الغريب. الغريب هاني يفكر يأذيك، ولكن اللي كليتي انت وياه وشاركتو الطعام ضربتو كتكون خايبة بزاف. هو اللي خطط دابا لأذيتي وبغى يخرج عليا. اللي وقع انه في عملية من العمليات كلفني المعلم صابر اني نفرق السلعة على شي تجار اللي صغار كيخدموا معاه، وفعلا مشيت وبديت كنفرق في السلعة. ولكن فوقيتها هجم علينا البوليس، حاولت نهرب ونجري ولوح السلعة اللي عندي باش الا تشديت كاع ما يشدوش عندي السلعة في جيبي. ولكن شدوني
وتلاقيت مع الشخص اللي قلب لي حياتي كاملة وحولني من تاجر المخدرات لشخص ثاني وجديد، شخص اللي خايب كتر من القياس. مني تشديت داوني لعند واحد ضابط اللي كان سميتو جلال. انا كان بين ليا بلي الخدمة ديال نفرق المخدرات اخيب خدمة في الدنيا، هادشي انا عارفه، وبان ليا بلي راني درت شي حاجة اللي خايبة. ولكن العالم اللي دخلت ليه عن طريق داك الضابط بالضبط كان خايب بزاف، كتر من ما كنت تخيل. تشديت وتحبست يومين، ما كانت حاجة ضدي، حيت منين شدوني ما كانت عندي حاجة، لحت كل شيء. كنت متيقن انه واحد شوية الوقت ونخرج، ولكن كنت عارف بلي مستحيل المعلم صابر يعاوني في هذا البلان هذا. وحتى منين نخرج محالش نعاود نرجع نخدم معاه. كان التفكير ديالي هو نعرف شكون اللي ديكلارا بيا، حيت البوليس كان تابعني انا بوحدي بحال ما كاينش من غيري. كنت عارف شكون اللي ممكن يكون بلغ عليا ولا على المعلم ديالي، ها، وبغاني نتطرد من هاد الخدمه هادي. جاو في بالي كاع الرجال اللي مع المعلم اللي كانوا مقلقين مني حيت وليت الدراع ديالو اليمن، وجا في بالي كاع دوك التجار اللي كانت بيناتنا وبينهم عداوه وكره، وزعما يقدروا يديروا بحال هكا باش يطيحوا المعلم. كنت كنفكر في حياتي بعد ما نخرج من هنا. اي واحد الا تشد عند البوليس ولو شويه كيولي مشتبه فيه، كيولي ممنوع انه يخدم مع شي معلم عاوتاني في تجاره المخدرات، حيت كيكون بحال قلتو عنده صوابق، وكيخافوا حتى ليكونوا البوليس خدموه معاهم طلقوه ولكن اتفقوا معاه باش يجيب لهم الاخبارات ديال السوق ديال المخدرات. انا دابا مبقيتش عارف شنو غندير ملي نخرج من هنا. انا ما غنخليش اللي يطيحني في هذا الموقف هذا، توقع اللي بتوقع انا ما غنزقلوش، غننتقم منه. من بعد جا واحد البوليسي عيط ليا وخارجني من لاكاب، طلعني لعند الضابط ديريكت، الضابط جلال. قال لي واحد الجمله باقي حافظها لدابا: شوف طه القصاص، حكايتك من الاول ديالها راني عارفها مزيان، عارف حكايتك في الخيريه، حياتك مع حسينه، انا عارف كل شيء، حياتك مع عباس، الهروب ديالك منه، كيفاش دخلتي للعالم ديال المخدرات، انا عارف عليك كل شيء. انا نعاود لك كل شيء دقه دقه. خدمتي مع عباس هو الاول، خرجتي من عنده، دزتي لعند حسينه الروسيطه، من بعد تلاحيتي لعند صابر اللي انت خدام معاه دابا، انا كل شيء عارفه. اي احنا ما لقينا عندك والو حتى شي سلعه، ولكن الا بغيت نغرقك في الحباسات راه ماشي صعيبه عليا، هي تهنى. والا بغيتك تدخل وما عمرك تخرج من الحبس راه ساهله عندي بزاف، ولكن كاينه واحد الطريقه اخرى تخليك ما تدخلش هنا كاع. شوف غنولي نعاونك وتعيش حياه ما عمرك حلمتي بها، حياه حسن من ديك الحياه اللي كنتي عايشه مع دوك البزنسه ديال الحشيش والمخدرات. اش قلتي؟ ما كنتش عارف شنو نقول ليه انا، كنت خايف منه ومن الشر اللي باين في عينيه، وتقريبا انا ما عنديش شي اختيار اني نرفض العرض اللي هو كيعرض عليا. ولكن اللي ما فاهمش انا هو اشنا هو العرض، واخا كمل هو هضرته، من المفروض اني نوافق على اي حاجه قالها واخا نكون ما عارفاش باش ما نطرماش في الحبس. انا ما باغيش نمشي للحبس نهائيا. وهاد الضابط هذا بصح قادر انه يصيفطني ويغبرني. قلت ليه انا شنو المطلوب مني يا سيدي؟ ما فهمتش. ابتسم ابتسامه شيطانيه ويقول لي: ايه غادي تقتل القصاص اللي قلت لي قتلو، غادي تقتلو، غتقتلو بلا اي مناقشه. انت ماشي سوقك غتاخد خلاصك اللي انا غنعطيك، وغيكون فلوس كثيره وما تناقشنيش، ولا كنتي مخلص غادي نخليك تزيد لقدام وتدخل الفلوس بزاف. وهادشي راه انت فيه ماشي مخير، ولكن انا ديمقراطي بزاف، انا غنخليك تفكر نهار كامل وترد عليا، ولكن هاد النهار هذا اللي غتفكر فيه غادي نزيدو لك هنا تمديد، ما غاديش تخرج، غتجلس هنا حتى تفكر وترد عليا. كنتمنى تخرج تقول لي انا موافق باش نخليك تمشي في حالك، وتسنى مني الاشاره باش تبدا الخدمه ديالك. اما الا قلتي لي ما موافقش من حقك، ولكن ما عمرك باقي غتشوف الضو. شتي انا شحال ديمقراطي وضريف، سمعت هضرتو كنت مخلوع من فكره اني نقتل شي واحد. انا ما عمرني كنت متوقع اني غنقتل شي واحد ولا غيجي النهار اللي غندير فيه بحال هكا. قلت ليه ولكن انا راه ما عمرني كنت كنتخيل اني غادي نولي نقتل. قاطعني وقال لي: سكت، راني قلت ليك
انت ماشي مخير، ومع ذلك انا عطيتك فرصة انك تفكر في شكل حياتك من بعد هادشي. تبغي تعيش مالك وعندك فلوس وتتعامل مع الناس الكبار، ولا طول حياتك في الحبس؟ يلا كون ذكي، يلا نوض سير هبط لاكاب مع البوليسي، ما غيشدك هو ما والو. جلس مع راسك وفكر، ومنين تجي يقول لي راك موافق. يلا نوض. خونا كان كيدوب واحد الطريقه تخلي الواحد يتخلع ديال بصح. تخلعت من كلامه وانا بزاف صراحه، رجعت لاكاب وجلست كنفكر. انا راه ما عشتش حياتي، انا من ديما هارب وكنتعامل معامله خايبه. يمكن هذه هي الفرصه ديالي باش نعرف نعيش مزيان كيف ما كنت كنتمنى. احسن لي ما نتلاح في الحبس حياتي كامله، حياتي راه ما كتسوى حتى شي حاجه عند شي واحد. عاد زيد انا كنت بزناس اصلا. هو راه الحشيش راه كيقتل الناس دقه دقه، اشنو الفرق الا قتلت بنادم ديريكت؟ انا باغي نعيش كيف ما الناس عايشه على برا وبخير، من حقي نعيش وهذا حقي والمفروض اني ناخذه بدراعي. الصراحه الخوت ما كانش عندي شك، واخا 1% اني نرفض الخدمه ديالو ولا نقول ليه ما نقتلش. ايه هو الحاجه اللي كتخلع ديال بصح اني قلت بيني وبين نفسي ديك الساعه، حتى الا كنت مخير انه قال لي يمكن لك تمشي في حالك، ما عندناش مشكل معاك، غنقبل اني نكون قتال ديالو باش ندير الفلوس وناخذ حياه اللي نقيه وزوينه، الحياه اللي كنت كنتمناها من ديما. اللهم هادشي ولا نرجع عاوتاني نبيع في الحشيش وخايف ومخلوع، كنت غنختار عاوتاني نقتلو واخا يخليني نمشي في حالي. المهم النهار الثاني جا عندي البوليسي وداني عاوتاني للمكتب ديال جلال الضابط اللي كان جالس ومكالمي وشاعل واحد الكارو عارف ومتوقع القرار ديالي. قال لي ايه طه القصاص، ايه قررتي؟ اش بغيتي؟ اش كاين؟ غتسمع لهضرتي وتخدم معايا ياك؟ تيقني ما غاديش تندم، هذه هي الفرصه ديال عمرك. سولته قلت ليه علاش انا بالضبط من بين كاع الناس؟ راه كاينين بزاف بحالي ويمكن لك تخدمهم معاك. سمعتو قال لي حيت انت ما عندك حتى شي واحد وما عندكش نقطه ضعف، ما عندك لا عائله لا والو، انت مزيان ليا وانا ديما كنختار اللي بحالك لهاد الخدمه باش يدخلوا بقلب قاصح وكحل وبارد بزاف وما يتراجعوش وما يكونوش كيرحموا ما يكونوش كيخافوا ما يكونوش يخافوا، يعني بها انه ما يخافوا لا على عائلتهم لا ولادهم لا والو. انت ما عندك حتى شي واحد، انت مزيان ليا. وعاد زيد انت راك فايت قتلتي، راني عارف باللي قتلتي، قتلتي داك اللي قتل حسينة روسيطة، هادشي كله حنا عارفينه. انت فايت لي قتلتي وما عندكش مشكل، وانت مزيان ليا. راه يمكن لي نغرقك في الحبس بلا ما نصدع راسي ولا ندير معاك شي حاجة. دغيا عندك جريمة ديال القتل، نصيفطك 30 عام 40 عام في الحبس، ولكن عطيتك الاختيار انك تخدم معايا احسن ليك. انا استغربت بزاف حيت خونا كان عارف اني قتلت داك اللي قتل حسينة روسيطة، حيت البلان كان غيبين البزناسة، ولكن ماشي مشكل، هو راه عارف عليا كلشي مني كنت في الخيرية حتى لدابا. ولكن كنت باغي نفهم ونعرف شكون اللي كيقول لي كاع هاد المعلومات هادي. سولته قلت ليه شكون اللي ديك لارابيا وشكون عاود لك التاريخ ديالي كامل، حيت كنت الخوت مستغرب بزاف حيت واحد ما كيعرف على حياتي التفاصيل الا ناس قلال. لقيته كيضحك بسخريه وقال لي شوف انت ماشي سوقك وانا ما غنستافد والو الا قلت لك، ولكن غنقول لك حيت انا ما كنحملش الخيانه. هو اللي ديكلارا بك وعاود كل شيء، اللي عاود حتى الهضره عليك والاسرار هو صاحبك العزيز عليك، ولكن راه غداره وبقيتي فيها طه حيت هو جا غدرك صاحبك جابر. جابر جابر صحيبك غار منك اسيدي، كان ديما كيبلغني وكيديكلاري وكيعاود كل شيء بلي انت كتبيع الحشيش والمخدرات بحال هو كيبيع الانسولين ولا خدام في السبيطار. ولكن كل ما هو ما كناش غنتلاقاو شي نهار، ما كانش عارف هو بلي منين خرج من عندي وجاب خبارك وانا مراقبه وعرفت عليه كل شيء. عرفت بلي راه خدام بحالك مع صابر، ولكن ما كانش حامل انك تكون معاه في الخدمه، خصوصا انه المعلم ديالكم كان كيتيق فيك بزاف نتايا، هو كان كيغير منك وحاسدك على هذا البلان هذا. بصراحه انا سمعت هاد الهضره ونتصدم صدمه ديال عمري، دابا جابر صاحبي هو اللي دير لي هادشي كامل. ما علاش كنا صحاب في الحلوه والمره وكنا مع بعضياتنا في كل شيء، كنا من ديما بحال الخوت،
علاش يدير ليا بحال هكا؟ حلفت حتى ننتقم منه وغناخد حقي حيت هو كان باغي يضرني. جا بغى يضرني وما كانش عارف باللي السي جلال الضابط غيختارني باش نخدم معاه وغنربح معاه فلوس اللي كتيره بزاف، فلوس اللي ماني ما حلمت بها. وافقت على الخدمه مع جلال، وافقت وكنت مستعد ندير اي حاجه في سبيل اني نعيش حياه اللي زوينه، الحياه اللي كنت كنتمناها. خداني الضابط لواحد البلاصه ودربت بزاف، دربني على السلاح مزيان ودربوني على بزاف ديال الحوايج باش منين يقول لي شي حاجه نديرها بلا ما نعاود الهضره ونكون قاد بها. وليت مستعد مع الوقت وعارف شنو كندير، حتى جا النهار اللي غيطلب مني جلال اني نقتل اول ضحيه. الضحيه كان واحد ضابط اخر سميتو هشام، كان هذا اول شخص تكلفت اني نقتله. وفعلا بعد مراقبتي ليه بقيت حاضي منين كيمشي ومنين كيجي، وشفت التوقيت المناسب، حفظت لي طريقه، حفظت لي وقته مزيان باش نضرب ضربتي بلا ما نخلي حتى شي دليل. كنت قناص مزيان، كنعرف نتيري مزيان بالسلاح، بشهادة جلال نيت اللي كان كيشوفني اش كندير بالسلاح منين كان كيدرب فيا. ما خديتش وقت طويل في التدريب ديالي حيت كان دماغي محلول، درت العملية على داك الضابط وتسنيتو حتى داز من واحد الشارع ديما كيدوز بالطوموبيل منه. هذاك الشارع كانوا خاسرين فيه البولات ديال الضو، كنت مكونترولي واحد القنت وجالس تسني الطوموبيل ديالو حتى بانت ليا كنت متأكد مزيان اني غنجيب فيه الضربة وهو وسط من طوموبيلتو. فعلا تيريت فيه، طوموبيلتو تعوجات على الطريق ودخلت في واحد البوطو اللي كان عوج حتى هو. مشيت طليت عليه وعرفت بلي راه ميت وانا نخوي القنت بلا ما نخلي حتى شي دليل. وبداو العمليات عملية من مور الثانية، بداو العمليات كيتوالاو، كل مدة كتعطاني عملية وكننفذها بلا ما ندير حتى شي غلط. قتلت واحد رجل أعمال كبير اللي سميتو ياسين السريطي هو ولده، وقتلت جمال نور الدين واحد العالم اللي كان معروف، كانوا كيقولوا بلي يقدر يوصل لواحد الاكتشاف غيقلب الدنيا كاملة، ولكن ما قتلتش هاد العالم بوحدو صراحة، كنت مكلف أني نقتلو هو وعائلته كاملة. قتلت بزاف ديال الناس كان كيحددهم ليا جلال، ما كنتش كنناقش معاه حتى شي حاجة. يمكن نعاود لكم بالتفصيل على أي جريمة ارتكبتها، ولكن أنا الهدف ديالي دابا هو نفضح كاع دوك اللي خدمت معاهم. جلست كنخدم مع جلال تقريبا شي 7 سنين، بصراحة الخدمة معاه بدلت بزاف في حياتي، ولات عندي بارطمون في بلاصة زوينة، ولات عندي طوموبيلة آخر موديل، وليت كنلبس أغلى لبس، وكناكل أحسن أكل. حياتي تبدلات تغيرات وكنت فرحان بها بحال هكا. ولا غتسولوني على عدم الضمير مع اي واحد كنت كنقتلو، فغنسولكم هو فين كان الضمير ديال اي واحد ملي كنت كل نهار في حياتي كنتعذب؟ ما كنتش كنحس باي حاجه ملي كنكون كنقتل في شي واحد، وما كنتش حتى كنتمنى ولا نبغي نعرف شكون هو هذا وعلاش قتلتو. كنت مكبر دماغي وما كيهمنيش هذا الشيء. وفي يوم جال عندي، في واحد النهار جال عندي جلال الضابط وقال لي كاين واحد رجل اعمال كبير بغاك تخدم معاه. رجال الاعمال كيكونوا عندهم عداوات وخصومات مع ناس كثيره، ما غتبقاش الخدمه ديالي معاه طبعا هي قتل وصافي، يمكن نسرق شي حاجه، نشعل العافيه في شي دار، المهم بحال هاد الشكل، وانا ما عنديش الفرق وما عنديش المشكل كاع. رجل الاعمال كان سميتو عز الدين فريد، كان كلشي كيعرفو في البلاد ديالنا وكان مشهور ديال بصح، والخدمة معاه ضافت ليا بزاف ديال الحوايج. خدمت معاه 5 سنين حتى هو، غيرت البارطمان ديالي وجبت بارطمان احسن في بلاصة احسن، طوموبيلة هاربة بزاف، حليت قهوة كبيرة في واحد البلاصة محترمة. سبحان الله، كان شي واحد غادي تشيق بلي طاها القصاص تربية الشارع والخيرية اللي خدم طلاب في واحد النهار غادي يدير هادشي كامل، غيولي عنده هادشي كامل وغيعيش في دار كبيرة بحال هادي. البرهوش اللي كانوا كيسبوه ويعايروه ولات عنده طوموبيلة أمنية لكاع الشباب ديال البلاد ديالنا أنهم يركبوا فيها. الولد اللي خدم مع الميكانيك اللي كان كيقول حاضر وما كيعاودش الهضرة وكياكل العصا كاع ويخدم النهار كامل وما يتخلصش كاع، وإلا غلط غلطة وحدة يدفلوا عليه ويعطيوه العصا ويديروا ليه اللي بغاو. دابا ولا عنده قهوة كبيرة وكيخدموا عنده كتر من 50 واحد. يا خويا سبحان الله، سبحان المعز، شكون كان غادي تيق هادشي؟
ولكن بما اني دخلت في الطريق هذه وتبت الكفاءه ديالي وكنت ذاك الراجل اللي كينفذ المهمات بلا ما يتناقش الاوامر كيديرهم بلا ما يهضر وبسرعه وبدقه، فراه طبيعي لقيت ناس وحدين اخرين يبغوني نخدم معاهم. الناس اللي كنخدم معاهم دابا ولاو مافيات كبار وفاسدين، كلهم كيعرفوا بعضياتهم وكيعاونوا بعضياتهم. يعني جلال هو اللي رشحني لعز الدين فريد، ودابا عز الدين فريد رشحني لواحد كبار منه سميشو حسن الدغميري، عضو في مجلس الشعب ولاباس عليه بزاف ومعروف عند كل شيء. فعلا هاد الناس هادو كنت كنشوفهم غير في التلفازه، كانوا كيبانوا الناس نقيين وكيدوا هضره مهمه والشكل ديالهم محترم وعندهم هيبه اللي كبيره، ولكن كلهم مجرمين وفاسدين، وانا حتى انا غني مجرم وفاسد. الاجرام ديالي والفساد ديالي تزاد بزاف منين وليت خدام مع الدغميري، كان مؤذي بزاف، كانت الخدمه معاه ما كتساليش، اي اذى كان ممكن يديرو شي واحد هو دايرو، قتل، تدمير، تعذيب، ضرب، خطف، حتى بعض المرات كيصيفط بنادم للحبس على والو. اي حاجه يمكن لك تتخيلها وحتى اللي ما تتخيلهاش هو دايرها. ابليس بنفسه يقدر يتعلم من هاد خونا هذا. ولكن كل ما زادت الخدمه راه فلوسي كيتزادوا وحياتي راه غاديه وكتطور للاحسن والاجمل. شريت اي حاجه بفلوسي الا جوج حوايج، الصحه والونيس، بحال ربي كيعطيني درس بانه الحياه ما عمرها غادي تمشي بالشكل اللي بغاها بنادم، وما يمكنش الحياه تكون غاديه بالاراده ديالو. درس علمني انه ماشي اي حاجه نقدر نشريها. فهاد البيريود هادي كنت بديت كنحس بالعيا، هي ما كنتش عارف شنو السبب ديالو، واحد الالم شادني من جهه ظهري من الجهه اليمنيه. مشيت لعند الطبيب ولقيتو كيقول لي راه الكلوه الوحيده اللي عندك في الجسد ديالك بدات كتعيا بشكل قوي بزاف. انا سمعت الكلوه الوحيده وانا نديرونجا، كيفاش وحده؟ راه المفروض يكونوا عندي جوج. قلتها للطبيب ولقيته مستغرب بزاف وقال لي راه كاين لاطراس ديال الخياطه في الجهه ديال كلوتك اللي تحيدات، راه واضح بزاف في الجسد ديالك، وانت راك فايت تبرعتي بشي كلوه واقيله. امتى انا تبرعت بشي كلوه؟ انا ما عمري في حياتي تبرعت بشي حاجه. لقيته سولني منين شافني مصدوم واش فايت لك تخطفتي ملي كنتي صغير ولا شي حاجه بحال هكا، ولا الا كنتي ناعس في شي بلاصه ولقيتي راسك ناعس في بلاصه اخرى. وديك الساعة تفكرت عاقليني، قلت لكم هربت من عباس داك اللي كان شاد داك الشارع وجلست كندور في الزناقي وما عرفتش وين نمشي، حتى النهار كنت قلت لكم راني نعست تحت واحد الدار وفقت عيان بزاف وجلست كنفكر وكنت حاس بألم. ايوا الألم هو هذا. في ديك الليلة اللي نعست حدا ديك الدار نعست مدة اللي طويلة، فاش فقت استغربت ولكن ما كنتش كنفكر في هاد الشيء. في ديك الليله مشات ليا الكلوه، كان فيا حتى الوجع ديك الساعه وما ديتهاش فيه. ديك الساعه تخطافت وتخضات الكلوه ديالي ولاحوني عاوتاني في البلاصه منين هزوني. على الاقل عندهم ضمير ياك، خلاو ليا كلوه. انا دابا من كاع الناس تساقط ليا كلوتي في الزنقه، وكنت مكلخ حياتي كامله وما عقتش باللي راه ناقصاني كلوه. حاولت نمشي على الادويه بزاف ولكن كان داك الالم كيتزاد ما كيقلش، كنت كنتحمل وباقي غادي. وفي مره من المرات لقيت باللي مطلوب مني نقتل واحد خونا سميتو احمد المنصوري هو وعائلته. انا حاس بلي هاد السميه مغيباش عليا، ولكن قلت يمكن يكون رجل اعمال ولا شي لعيبه بحال هكا. المهم اقتحمت الدار ديالو بشويه عليا في الليل، هادشي مع ثلاثه ديال الليل بلا ما ندير حتى شي حس. ولكن اول ما دخلت للدار شد الانتباه ديالي واحد التصويره كانت معلقه في الصالون، كانوا فيها شله دراري صغار. ما فهمت والو، منين ركزت فيها مزيان بان لي راسي في التصويره مني كنت صغير. هاد الصوره كنا مصورينها منين انت في الخيريه، وتفكرت هذا مزيان
ما بقاتش عندي نسخة من التصويرة نهائيا. شكون هذا اللي معلق تصويرتنا في الصالون ديال دارو؟ احمد المنصوري. دابا عاد تفكرت السمية، وهنا تفكرت مزيان. احمد المنصوري كان معايا في الخيرية، ولكن كان صغار مني بشوية، كان عز عليا بزاف حيت كان مسكين ظريف بزاف. بقي عقل واحد النهار طحت في المدرسة هو اللي جا نوضني، حتى شي واحد ما عاوني ديك الساعة، كلشي بقى واقف كيتفرج عليا. انا المفروض دابا نقتل هذا، واحد بدا حياته في الخيرية بحالي بحاله، بغاوني نقتلو، شنو غيكون دار كاع باش يصيفطوني نقتلو؟ شنو غيكون دار؟ غنقتل البنادم الوحيد اللي بدا بحالي وعاونني من امتى، هو الوحيد اللي كان مستعد انه يجلس معايا ويدوي معايا، كان كيتعامل معايا ظريف بزاف. هو ايه موقف بسيط بالنسبة للقتال بحالي، ولكن هذا راه بحال خويا، فايت لينا كلينا بجوج، كان درويش معايا صراحة. كاع اللي قتلتهم هانية، ولكن هذا ما قلتش نقتلو حيت بحالي وفي نفس السيتوياسيون ديالي. ديك الساعة قررت اني ما غاديش نقتلو، انا ما غنديرش هاد الشي. باركة باركة، انا من حقي نقول لا باركة. كنت حاس بلي هادي علامة تانية من بعد المرض ديالي باش نوقف هادشي اللي كندير واخا يكون اي تمن. مشيت من الدار ديال احمد المنصوري بلا ما يحس بيا حتى شي واحد، نزلت كندور في الزناقي وما عارف شنو غندير. انا ما قدرش نقول لا وما نقدرش نقتلو، ولكن قررت اني غنقتل، ولكن ما غنقتلش احمد المنصوري، غنقتل كل واحد يستحق القتل فعلا. غندور عليهم واحد بواحد، كاع اللي خدمت معاهم، دقة دقة غنصفيها لكل شي، اي واحد عرفته ولا خدمت معاه وكان عنده ايد في هادشي غنصفيها ليه، حتى من اعيال البلاد اللي عندهم خدمة اللي كبيرة ودروس صحاح، غادي نمحيهم من الكوكب وغنحيدهم من الارض. قصد ديريك ديك الليلة الدار ديال جلال الضابط، كنت عارف بلي كيكون كيشرب ديما في دارو، ما مزوج ما والد ما والو، كيكون غير بوحدو، كيحط قاعته قدامو وكيبدا يشرب. وبعض المرات كنت كنمشي عندو باش ناخد الخدمة ديالي، كنت عارف وقيته مزيان 3:30 ديال الليل قبل من الفجر بالضبط كيكون في الدار. قصدت الدار وقفت قدام الباب ديالها، دقيت وكنت متأكد انه ضابط بحالو ماشي غيخاف ما يحلش الباب، غادي يحل الباب عادي، غيعرف بلي حتى شي واحد ممكن يستهدفو. وجدت السلاح ديالي قدامي، ركبت لي كاتم الصوت وتسنيت، سمعت خطاويه المايله وعرفت بلي راه شارب. كيحل الباب تيريت لي في رجلو وانا نسد لي فمو، دخلته كنجري لداخل، حطيته لداخل وخليته حتى كيشوف ليا في وجهي مزيان، وقلت ليه هذا راه النهار ديال تصفيه الحسابات، انت ما بقى عندك ما تبقى دير في هاد الدنيا هادي. طلقت لي جوج ديال القرطاسات في راسو وخرجت وخليته تما، سديت من ورايا الباب وزدت في حالي. انتقمت دابا من واحد، انتقمت من واحد وخصني دابا نمشي للتاني. شكون شكون اللي دخلني النهار الاول هاد السكه هادي؟ جابر صاحب العمر ديالي. جابر على ما قلبت وسولت عرفت بلي راه باقي خدام، ولا في بلاصه داك المعلم اللي كنا خدامين معاه في الاول، حيت المعلم كبر في العمر وشد الفراش. البلاصه اللي كيكون فيها جابر راه محروسه برجال، يعني خصني نرد البال بزاف. راقبته مزيان حتى كيخرج وكيدخل، وعرفت بلي ديما كيمشي لواحد القنت حدا البحر تيجلس شي شويه وكيكمي وكيعاود يرجع. تسنيت حتى جات الفرصه، راقبته مزيان وتاكدت انه ما معاه حتى شي واحد. جابر ماشي وقفت عليه وقتلته، جابر جيت ليه من الله حيت كان جالس فوق واحد الكرسي، درت ليه واحد الكمامه على وجهه اللي كان فيها واحد الماده اللي غادي يضغي تفقدوا الوعي. فقد الوعي هزيته ولحتو في الكوفر ديال طوموبيلتي، ديتو ديريكت لواحد البلاصه مهجوره فيها الديور كانوا كيتبناو وحبسوا. ديك البلاصه كنت عارفها مزيان، حتى شي واحد ما كيدخل ليها حيت ما كانش فيها الضو، كانت غير خلا وبنادم ما كيمشيش ليها. ديتو لديك البلاصه ديريكت وحليت الكوفر وطلعتو من الطوموبيله، ربطتو مزيان وجريتو من ورايا لواحد الدار كانت يلاه كتبنا. اي هو ما كانش عارفني من الاول حيت تبدلت وداز عمر على هادشي، شاف وجهي وما عرفنيش، ولكن بقيت حتى فكرت شكون انا، وبقيت كنعذب فيه براحتي. طريقه ديال العذاب كانت سهله، احسن حاجه نقدر نختارها باش نعذب شي واحد هي العافيه. كنت هاز واحد الشاليمو ديال العافيه وكل شويه كنحرقو في بلاصه، كان مربوط وما في امكانه حتى يغوت، كان متاكد وعارفني شكون انا. اي انا قتال وفيا كاع هادشي، هو ما فيهاش رحمه، ولكن ما عمرني غدرت شي واحد خصوصا صاحبي،
ما قدرش نغدر واحد شارك معايا كل شيء، ما قدرش نغدره نهائيا، ولكن هو غدرني وخصو ياخد الجزاء ديالو. غدرني وطلع أسوأ مني مليون مرة. عدبتو مزيان وخليتو مربوط تما وخليت فمو مسدود ومشيت، ما كملتش عليه، خليتو تما ما قتلتوش، وغادي نرجعو ليه، مازال غندوي لكم عليه. قصدت ديريكت فريد عز الدين اللي عقلتو عليه. هذا كان من أعيان البلاد، عنده بلاصتو كبيرة في البلاد، وكان داخل في شلة جمعيات، كان عنده رأي كبير ودرسة صحيحة ديال بصح. عرفت باللي إلا قتلتو غادي تقلب الدنيا عليه. ساكن في واحد الفيلا في النواحي ديال المدينة هو وعائلته. أنا ما غنأديش عائلته، ما عندي ما ندير بهم، أنا بغيتو غير هو. القتلة ديالو غادي تكون مختلفة على الآخرين. خليته وبقيت مراقب الفيلا ديالو حتى خرج. خرج من الفيلا كيتمشى حدا الدار كيدوي في التليفون. أنا كنت موجد طوموبيلتي ومن بلاصي بها بعيد. عطاني بالدار وأنا نعفط بالطوموبيل وقصدتو ديريكت. دخلت فيه بالطوموبيلة من اللور وبقيت كندوز لي على راسو بالطوموبيلة حتى تأكدت باللي راسو لصق مع الشانطي وباللي راه مات. تأكدت باللي راه ميت وأنا نهز طوموبيلتي وخويا تلقنت بعد ما تأكدت باللي حتى شي واحد ما شافني. وحتى الطوموبيلة مشيت غبرتها، ما بقيتش باغي نستعملها. ها هو الثالث مشى والانتقام ديالي خدام. ناط تروينة كيف ما قلت لكم في البلاد كاملة، ومازال غادي تقلب الدنيا كتار منين غنقتل الدغميري. هو اللي بقى ليا خصني نصفيه. العيا بدا كيزيد عليا والجسد ديالي مبقى صابر. ديك الكلوه اللي عندي بدات كتطفى دقه دقه، والطبيب ديما كيقول لي بلي راه ما لقيناش شي متبرع لحد الان، حيت كان كيقلب لي على شي متبرع على الكلوه ما لقى والو. العيا ديالي كثر وبديت كنمرض ووليت كنكحب بزاف وديما شادني رواح. الا مشيت شويه كنبدا نلهت. للاسف كون عندي جوج كلوات كانت هي وحده وحده تبقى خدامه، ولكن دابا ما عندي ما ندير. خلاص يعني كنتخلصو حتى انا في الدنيا، ولكن ما غنمشي حتى ندي معايا ناس اللي خايبين واشرار. حياتي كامله كنخدم بالمواعيد اكزاكت، وحتى لدابا باقي خدام بيهم. انا حياتي صافي قربت تكمل وتنتهي، وانا عارف باللي راه صافي وخاصني نلتزم ونكمل الخدمه اللي من مورايا. ولكن هاد الخدمة راه ما كلفني بها حتى شي واحد، أنا اللي كلفت بها راسي باش ناخذ حقي وحق كاع دوك الناس اللي قتلتهم. لأول مرة كنحس بالخوف، أنا مقلق مني غنموت وغنشوف كاع دوك اللي قتلتهم قدامي غيعذبوني. أنا أصلا دابا وبديت كنحلم بهم، كنشوفهم كل ليلة قبل ما نموت. العياد زاد والتصميم ديالي باش نقتل الدغميري تزاد حتى هو، ولكن الدغميري والرجال ديالو ديجا كيقلبوا عليا حيت ما نفذتش المهمه ديالهم وقتلت داك المنصوري اللي كان معايا في الخيريه. وعاد زيد سمعوا الخبار باللي كيتصفاو شي وحدين كبار في البلاد، كان خصني نصفيه من بعيد حيت معاه ديما الرجال ديالو. كانت خاصني بندقيه ديال القنص نقلب عليها، ومع ذلك ملي لقيتها وبديت كندرس الخطه لقيت بانه واحد 50% تقريبا تقدر ما تنجحش والضربه ما تجيش فيه ولا ما تقتلوش. كان خاصني نتاكد باللي صافي راه تصفى. بديت كنتواصل مع الناس اللي كنت كنتواصل معاهم فاش كناخذ السلاح. خديت متفجرات سيفور اللي كيركبوا اللي كيلصقوا كيتفجروا عن بعد. خديت تقريبا شي ثلاثه تانستاليت حدا الفيلا فين كيسكن واللي كانت عامره بالرجال ديالو. عمرت الطوموبيلات بثلاثه بالمتفجرات من التحت ديالهم. الطوموبيل ديالو درت فيها ثلاثه ديال المتفجرات وبقيت كنتسنى. خرج الدغميري ركب هو والرجال ديالو ولا الموكب ديالو تحركوا، فجرت كل شيء. انا صافي مهمتي دابا تسالات. اما على جابر صاحبي اللي غنرجعوا ليه دابا فحرام نقتلو. حسيت باللي يدير لي دار في الاول وفي الاخر الظروف ديالو كيشبهوا ليا وكان صاحبي. خليته في ديك البلاصه وعرفت باللي غيفك راسو ولا غيجي شي واحد يعتقو. خليته هو ما كانش متوقع باللي غادي نرحمو. كان مستحيل انه يفكر باللي غيخرج من تما عايش. انا كنت باغي نخلص البلاد كامله من المجرمين والفاسدين، كلشي نصفي عليه. ولكن هذه حاجه خاصه عمر اللي طويل. انا صافي ما بقاش عندي في حياتي كثير ديال الوقت. انا غير بغيت نكتب هادشي ونوصل صوتي، اي حاجه درتها بغيتها توصل.
اول ما بديت كنعاود في هذا الشيء ما كان في بالي غير نفضح دوك المجرمين ونتهنى منهم باش حتى شي واحد ما يقول عليهم ابطال من بعد ما ماتوا. ما كانش في بالي شكون غادي يسمع هضرتي ولا يقرا هذا الشيء اللي كتبت، ولكن حسيت باللي يوسف المنصوري خاصو يقراها حيت كان هو السبب باش نبدل هذا الشيء اللي كنديرو في الاخر ديال عمري. عافاك يا يوسف، قريتي هادشي ولا سمعتي ما تقلبش عليا، يا كنت عايش يا كنت ميت، وياك تقلب عليا، فلت بحياتك حيت الخطر عليك كبير، ومادام بغا يقتلوك دوك الناس الا وانت داير شي حاجه اللي ما عاجبهمش. حاول تفضحهم حتى انت هو كلشي عندك. شكرا حيت في النهار عاونتيني وبسببك بعدت من هالطريق هادي في الاخر ديال عمري. انا خديت لك حقك وقتلت دوك اللي كانوا باغين يقتلوك، ونزيدك انا كاع الاملاك ديالي كتبتها لي كامله، غتلقى كاع الاوراق والمذكرات والتسجيل الصوتي ديالي وسط منظارك بلا ما تحس. بغيتي تاخذ هاد الحاجات ليك خذها، بغيتي تصرفها على الخيريات تصرفها، من الاحسن تصرفها على الخيريات باش ما يطلعش شي نهار شي واحد منهم داير بحالي. ودعي ليا بالرحمه، يا كنت ميت يا حي، ربي يرحمني يا عايش يا ميت، ولكن كان وعدك. كل ما بقى فيا شي نفس وحي غتلقى كل فتره كتسمع بلي مات شي واحد من الدوله كبير. ديك الساعه غتعرف جوج حوايج، غتعرف بلي انا باقي عايش، وداك اللي قتلته راه اكيد فاسد ومجرم. غتلقى المذكرات وكل شيء في دارك كي قلت ليك. وقبل ما نسالي انا مشيت قلبت عليك شنو كنتي كدير. انا عرفت بلي نتايا دير جمعيات خيريه كثيره وبلي راك خدام مزيان وحياتك مزيانه. انا عارف بلي انت كتحارب الفاسدين، ولكن اللي عرفت اكثر هو انك ما ردتش بالك. هادو في اي وقت يصفيو عليك، بدل البلاصه انت وعائلتك وفضحهم، بغيت الجرائد كلهم يعرفوا شنو واقع. انا ما غيعرفني حتى شي واحد فين كاين، حيت غادي نغبر، غادي نمشي من هاد البلاصه هادي. المذكرات والتسجيل وكل شيء ها هو في دارك. يلا كنتمنى لك حياه سعيده، ما تقلبش عليا، بسلامه. من بعد ما حطيت المذكرات في الدار ديال المنصوري باش يقراهم، كان عندي اول فكره اني نصفي الناس اللي باقين. كان باقين بزاف ديال الناس، ولكن ما حد عايش خصني نطيح بزاف. كان في امكاني نقلب على كل وصحه، ولكن هذه اخر حاجه كنت كنتمناها. ثلاثه البرلمانيين كان خصني نطيحهم، كانوا كلهم فاسدين كبار، كنت عارف عليهم بزاف ديال الحوايج. برلمانيين مرض، كلهم مرض بالبيدوفيليا، كيختطفوا الدراري الصغار، او بالاصح كيصيفطوا رجال يجيبوا الدراري الصغار ليهم، كيغتصبوهم كيقتلوهم ويلوحوهم، ما كاينش اللي كيراقبهم ولا كيحاول يشدهم. كان في يديهم المخزن وفي يديهم السلطه. ثلاثه ديال الرجال كان خاصني نطيحهم، ثلاثه ديما مجموعين عازلين واحد الدار ديال القصير، الرجال ديالهم ديما دايرين بديك الدار. كان خاصني ندخل ديك الدار ونصفيهم، وكانت اصعب مهمه غنديرها حيت الجسد ديالي ولا متهاون معايا، ما بقيتش قاد نوقف وليت كنلهد دغيا. الجمعه بالليل كانت هي الليله السوداء ديالهم، الليله اللي غيموتوا فيها كاملين، الليله اللي كانوا هما في حياتهم دايرينها للقصير. سته ديال الطوموبيلات بلاصه وحده الفيلا اللي في النواحي، البيفان كانوا مطلوقين على الجهد، لي غارد كور معمرين القنت لا قدام الباب لا لداخل. كيفاش انا غنصفي هاد بنادم كامل وما نموتش؟ ولكن كنت مستعد اني نموت، ما عنديش حتى شي مشكل نموت لداخل، المهم هو نديهم معايا. تسلحت بالمزيان وشديت ديك سنايبر اللي كنت خديت، تانصلاليت فواحد العماره اون فاس مع ديك الفيلا، العماره الوحيده اللي مبنيه تما حتى هي بقى خاويه. فرعت الباب التحتاني وطلعت للسطح، حطيت سلاحي، بديت كنزومي على ديك الفيلا، كنحاول نشوف واش نقدر نقنس شي واحد من الفوق. المشكل كان عندي اني لا قنست شي واحد ما نبغيش الاخرين يعيقوا باش ما يهربوش. هو فريمون كان السيلونس ولا السايلنس في السلاح ديالي في السنايبر، ولكن خصني الا قتلته يكون بوحدو. بديت كنزومي على الشراجم، الشراجم الوحيد اللي نقدر نقتل فيه واحد بلا ما يعيق بيا حتى شي واحد هو الشراجم ديال الطواليط. بان ليا واحد فيهم اللي كنت عارف شكلو مزيان، مربي واحد الكرش صلع من شعره وعندو شويه زغف في الجناب، داير واحد النظاظر ودخل الطواليط لابس مايو بيض وهز قرعه ديال الشراب.
سد عليه الباب ديال الطواليط وانا كنشوف فيه من الشرجم. زوميت ليه على راسو وحاولت ما ندير الصداع حيت الجاج ديال الطواليط غيتهرس. فض الله وصافي قديت ليه على راسو وهو جالس في الطواليط. اخي بموتة غادي موتة. شتت ليه راسو بلا ما نفكر وجبتها فيه نيشان. تسنيت واحد دقيقة تقريبا بان ليا ما كاين حتى شي حس. يعني خونا مات في الطواليط وحتى حد ما عاقب بيه. كان خاصني نصفي جوج الاخرين. ما كرهتش نصفيهم بنفس الطريقة حيت ما عنديش الجهد اني نصفيهم جسديا، ولكن ما كاينش شي حل اخر من غير اني ندخل لتما. واحد من رجال دوك لي غارد كور اللي كان واقف قدام الباب كيمشي يبول وكيعاود يرجع تقريبا كل ساعتين حيت كان كيشرب في الشراب. كان خاصني طريق كيفاش ندخل، وكان هذا هو الهدف الاولاني. تسنيتو حتى بعد بدا كيبول وجيت ليه من اللور وبقيت كنخنق فيه بلا ما ندير الحس. كان صعيب عليا حيت الجسد ديالي بدا كيعيا وخونا كان صحيح، ولكن صفيتو لبست اللبسه ديالو الكاسكيطه اللي كيديرو حتى هما ومشيت وقفت حدا الباب عادي كنتسنى الفرصه ديالي. كنحل الباب مره مره كنطل كيبانوا ليا شي رجال في الجرده جالسين كيشربوا. الاخرين كاينين لداخل، هاد الرجال هادو هما لي غارد كور. كان امل واحد عندي اني ندخل بلا ما يشوفوني موالين الجرده ولا يديوها فيا. فعلا هبطت الكاسكيطه وبديت كنتمشى. كانوا كيشربوا كنتمشى بعيد عليهم تقريبا مشيت 3 متر حتى شي واحد فيهم ما عاقب بيا. حتى قربت ندخل للباب ديال الدار واحد فيهم ويقول لي ايه هنا. استعديت للأسوأ، غندور غنتيري ما عندي ما ندير. واحد شويه ويقول لي جيب معاك واحد القرعه ديال الشراب من الثلاجه راه هادي سالات لينا. تبسمت في خاطري ودخلت للدار كنتمشى. الدار عامره بالبنات ولكن الاعضاء ديال البرلمان اللي بغيت نقتل ما بانوش ليا. طلعت لذاك الفوق ديال الدار، واحد البيت فيه صداع بزاف والبيت الثاني فيه الاغاني بزاف. دخلت لديال الاغاني هو الاولاني، لقيت هذاك البرلماني جالس كيدوي في التليفون. كان بوحدو ما معاه حتى شي واحد، غير شافني قال لي اش طالع دير هنا خاصك شي حاجه. تبسمت ليه وقلت ليه خاصني انت. تيريت ليه فراس وديريك شو طاح قدامي في السرير. خرجت من البيت وسديتو. كان خاصني دابا نطيح الثاني، انا ما بغيتش ندخل عليه هو مع البنات ولا شي حاجه، خاصني نصفي كل شيء. يعني انا بغيت نقتلو بوحدو وما بغيت نادي حتى شي واحد اخر. حليت الباب بشويه وطليت منه بان ليا مع البنات والحيحه. خصني نتسنى يخرج من تما، وفي نفس الوقت خصني نزرب حيت الرجال اللي لتحت غيحسوا بشي لعبه ماشي هي هذيك. خرجت واحد البنت من البيت غاديه للكوزينه، شافتني وحركت راسها سلمت عليا على اساس اني واحد من لي بوديغارد. بانت ليا غاديه بتجيب الشراب من الكوزينه، قلت ليها انا غندي لي صافي غير ارتاحي. تبسمات وشكراتني ورجعت للبيت. مشيت للكوزينه كنشوف الشرابات والقراعي اللي كانوا معمرين داك الكونطوار ديال الكوزينه. تمنيت لو كان كنت جايب معايا شي سم، ولكن السم كان ممكن يقتل وحدين اخرين. هزيت ديك القرعه وغطيت ايدي بواحد الفوطه كنبان بحال دوك السربايه. ديك اليد اللي مغطي بالفوطه هز فيها السلاح. دخلت كنتمشى في البيت عادي، شافني داك خونا اللي كان حتى هو سكران بغى يسولني، ولكن شاف القرعة عرفني غير مقدي. قديت السلاح عليه هو ما حس بوالو، عطيتو القرعة وانا نتيري ليه فراس. ومن وسط من القرعة تهرسات القرعة شفت فهادوك اللي حداه بداو كيغوتو. كان خاصني خوي القنت حيت الرجال الاخرين غيطلعو. هبطت كنجري لتحت سبقتهم، بداو هما كيحلو في الباب اللي خليته مسدود. طليت فواحد الشارجم من اللور ونقزت منه، نقزت على الحيط وبعدت من القنت. هزيت طوموبيلتي وتميت راجع في الطريق ديالي في حالي وانا كنكحب. ما قاد ندير والو، كنكحب وحسيت براسي كنموت. ما كنتش باغي قصد شي سبيطار ولا شي حاجه، قصد ديريكت واحد الجامع بلاصي حداه. هبطت من الطوموبيله ودخلت للجامع كنصلي الفجر مع الناس. صليت وطلبت الله المغفره، واخا انا عارف هادشي اللي درت ما عليه مغفره. عرفت بلي النهايه ديالي قربات. ملي ساليت صلاتي تكيت في الجامع ما بقيتش نط، حتى حليت عينيا في السبيطار. بقيت كندور في عينيا في السبيطار وعرفت بلي خصني نخرج من هنايا. نطت من السبيطار وسلت منه في حالي. كتبت الكمالة ديال قصتي اللي ما عطيتهاش للمنصوري، هذه خليتها لشي واحد اخر يقراها. غنحط المذكرة قدامي وغنحط كلشي وغادي نمشي. الا مت فشي بلاصة تا يقدروا يلقاوني، الا ما متش فغنغبر هاد المدة هادي. اللي غيقرا المذكرة ديالي بغيتك تعرف بلي ندمت على كل شيء، أي حاجة درتها. سلام أصدقائي القصة سالات،
نتمنى تكون عجباتكم وفي المستوى ديالكم. مختلف القصة والتراوي ديالها كان مختلف على الاخرين. بارطاجيو الفيديو والقناة وخليوا لي كومونتير الدراري. الله يصابر القناة بغيناها تطلع وراه كنحاول ندير جهدي باش نرضيكم، فانتوما خاصكم حتى نتوما ترضيوني. بارطاجيو ما خاسرين والو، جمجمو ما خاسرين والو. الناس اللي كيطلبوني على ديديكاس راه بزاف ديال الناس طالبيني، فما نقدرش خاصهم ساعه ديال ديديكاسات، ما غنقدرش على هذا البلان. المهم احبكم في الله، ليله سعيده، اديوس اميغوس.